مرحبا بكم يا أعزائي، أنا المدرسة دان بيهو. سوف أعرفكم على لوحات مشهورة من اليوم. اللوحات المشهورة تعني لوحات المشاهير من الرسامين. إذا كان هناك أي رسام تعرفونه، فلترفعوا أيديكم وتقولوا اسمه. نعم، ربما هناك من يعرف بعضا منهم، وهناك من ليس لديهم أي علم عن الموضوع بعد. ليس مشكلة أبداً، حتى لو لا تعرفون أي منهم، لأنكم ستتعلمون معي من اليوم. سنتعلم اليوم عن رسام يسمى كلود موني، واسمه المختصر موني، وأريدكم أن تروا لوحات موني وتتأملوا خصائصها. بينما تفكرون، إذا رسمتها بنفسي، فكيف يمكن أن أعبر عنها؟ نعم، إذن هيا ندخل إلى لوحات موني. كان موني لديه اهتمام كبير بالضوء، فكان يرسم وهو يراقب كيف تتغير أشكال الأشياء حسب أشعة الشمس. هذه لوحة رسم فيها كاتدرائية، هذا المنظر من أشعة الشمس الساطعة، وهذا منظرها مع السماء المغيمة، وهذا منظرها في الصباح الباكر. هكذا، ومع أنه المبنى نفسه، قد رسمه بأشكال مختلفة حسب أشعة الشمس. انظروا إلى ما حولكم أنتم أيضاً، ولاحظوا كيف تتغير أشكال الأشياء حسب أشعة الشمس. هذه اللوحة أيضاً قد رسمها بنفس الطريقة، هذا منظرها صباحاً، وهذا منظرها عند غروب الشمس، وهذا منظرها في يوم تساقط فيه الثلج. يمكن أن ندرك أن هناك اختلاف حسب الفصول والأوقات برغم رسم الشيء نفسه، أليس كذلك؟ واليوم سنرسم هذه اللوحة معاً، هل تستطيعون؟ هل تستطيعون رسمها بشكل جيد؟ هيا نرسم كومة التبن في اليمين. ونرسم الجبل في الخلف بشكل خفيف. انتهينا من الرسم التخطيطي، إذن نلونها. حاولوا خلط الألوان التي تحبونها هكذا. يكون شكل ناتج خلط الألوان أجمل بكثير من التلوين بلون واحد.
هكذا مع خلط الألوان يكون إحساس الرسم أروع بكثير، صحيح؟ ارسموا الأرض والسماء أيضاً بهذه الطريقة مع خلط ألوان متعددة. ليست مشكلة ألا تلونوا بدقة كبيرة. انظروا بنفسكم كيف يتحول اللون مع خلط ألوان متنوعة. عندما نلون هكذا بشكل خفيف دون الضغط بقوة، يتم التلوين بشكل فاتح.
نعم، اكملوا بأنفسكم حتى النهاية بهذه الطريقة. أوقفوا الشاشة لوقت قصير ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. نعم، أنا قد رسمت هكذا. ألم تصبح اللوحة أنعم من قبل؟ لأن التلوين باللون الأبيض بطريقة التدليك على الأجزاء الملونة. يعطي الإحساس الناعم مثل هذا، ولكن ليس عليكم أن تفعلوا هكذا. كيف رسمتم؟ نعم أيها الأعزاء، كيف كانت محاضرة اليوم؟ ما هي البؤرة التي كانت محل اهتمام مونيه؟ نعم، لقد كان الضوء هو أكثر شيء جذب اهتمامه. هل رأيتم يا أصدقائي ولو لمرة كيف تتغير أشكال الناس من حولنا مع اختلاف الضوء؟ انظروا كيف يتغير المنظر صباحاً وظهراً ومساءً. وما هو الاختلاف في أشكال الأشياء من حولنا حسب كمية الضوء؟ ستلاحظون الفرق عن المعتاد. نعم؟ إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة. مع السلامة.